بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف برنامج اسمه بلاي. البرنامج ده بيشتغل على الاندرويد، وعشان اسجل الشرح بتاعي اضطريت ان انا استعين ببرنامج اسمه موبي زين. ده برنامج موجود على الاندرويد، بيسطبه وتعمل نفس الحساب اسمه باسورد، وبعد كده تدخل على الموقع اللي هو موبي زين دوت كوم وتدخل نفس الاسم والباسورد عشان يبدا يشتغل معاك وتسجل اي حاجه تعملها على الموبايل. دلوقتي مثلا هبدا اشوف البرنامج دوت اللي هو برنامج بلاي. هو برنامج شات، بس يمتاز عن برامج الشات التانية ان هو متخصص في الشات الناس اللي حواليك، يعني انت ما تدخلش ناس جديدة، لا هو مجرد ان انت في اي مكان تكتب كلمة معينة تنتشر في المنطقة اللي حواليك، تنتشر مثلا في مسافة بسيطة، بس ممكن اي حد يلاقي رسالة يعمل لها اعادة تغريد او ريتويت فتوصل لعدد اكبر. يعني مثلا انت موجود في مكان وحصل فيه زحمة، فبتقول لك انا في زحمه، فالناس اللي حواليك مثلا تعرف المشكله ان لا ابعد عن الطريق دوت، فيبدا يوصل الكلام دوت، او حصل فيه مثلا حريقه فيبدا توصل الكلام للناس الثانيه. فانا مثلا هاجي هنا هقول له بمناسبة العيد كل عام وانت بخير، تمام، واقول له ارسل، فهو هيبدا يرسل في المنطقه اللي انا فيها، ولو وصلت لحد هو ايه التاني يبدا يبعت ويبعت لحد توصل لاكبر عدد مهتمين بالموضوع دوت، وبيجيب لي الرسائل اللي الناس اللي في المنطقه اللي حواليا بعتتها. هو برنامج سهل وظريف وفي ناس كتير بتستخدمه. اخوكم عمر السبيل.